بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا قبل لا نقول احنا طلاب احنا عراقيين، اريد اروي هاي القصة يعني بخصوص الاضراب، وهي تخص الاضراب. الامام الحسين سلام الله عليه، احنا كنا نمشي على نهجه، وكنا احنا من اتباع ان شاء الله الامام الحسين، من نجي للكوفة ويا عدد قليل بعد ما انبعثت له حوالي 13,000 رسالة والاف الرسائل انه اقدم يا ابن رسول الله. فوصل للكوفة وشاف الخذلان وشاف الخيانة، انه ما حد وقف وياه. هل انه الامام الحسين تراجع بعائلته ورجع للمدينة وقال خلص انه انا انخذلت وهاي؟ لا، بالعكس استمر، وكذلك ما فرض ولا قال حط السيف على ما حد اللي يجي وياه او الناس اللي ما جت وياه، ما فرض عليه. فلذلك احنا مستمرين بالاضراب وعلى نهج الامام الحسين، مستمرين بمسيرتنا. قبل لا نكون احنا طلاب احنا عراقيين، وان شاء الله ما نرجع اذا ما تتحقق المطالب اللي طلعنا من اجلها. احنا هدفنا مو الاضراب عن الدوام، احنا مضربين عن الدوام لان عندنا اهداف وعندنا مطالب. ان شاء الله على نهج الامام الحسين، ومشكورين وشكرا. Yeah.
سلامية أول شيء أنا طالب اسمه على عداء جاسم من محافظة بابل محل تقني أبو غارق قسم المدني بناء. كل إحنا وأخوتنا إن شاء الله متظاهرين نقف وقفة واحدة ضد الأحزاب وضد الميليشيات ونمنع كل واحد فاسد يريد يخرب العراق. وإحنا عندنا شعار تحت شعار ماكو وطن ماكو دوام، وإحنا مستمرين بالإضراب لحد تحقيق الإصلاح. والرئيس اللي شكلونا محمد توفيق مرفوض 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 3 مرات يعني باسمي وباسم كل الشعب، لأن هو ابن الميليشيات وابن الأحزاب. احنا نريد شخصية مستقلة، نريد شخصية نزيهة تحكمنا، ونريد إن شاء الله من عدة التغيير. يعني من 2003 حقوقنا مسلوبة ويعني ماكو فايدة، حتى يعني اللي تخرج كل فايدة ماكو فرق بين محصل شهادة وما محصل. وكل الآن الشعب هو وقفة واحدة وإيد واحدة إن شاء الله، ومستمرين الحق تحقيق المطالب، ونرفض ونرفض نرفض قاطعا محمد علاوي مرفوض بأمر من الشعب. وإحنا نريد الإصلاح والخدمات للعراق، وإن شاء الله يعم الأمن والأمان على العراق جميعا بجاه موسى بن جعفر باب الحوائج، وإن شاء الله قادمين للإصلاح. وشكرا لكم وجزيلا. مرحبا، أنا طالب بيت حمزة ترك الربيعي. اليوم حاب أوجه كلامي إلى الثوار، أتمنى من ربي يحفظكم إن شاء الله. ثورتنا مستمرة ومستمرين إحنا طلاب دعم الثورة العظيمة. إلى الآن مطالبنا ما تم تحقيقها، للأسف اختارون هذه الأحزاب. محمد توفيق علاوي، محمد توفيق علاوي شخص فاسد وهو ينتمي للأحزاب، وإلى الآن يفرضون محاصصتهم ما تحقق شيء. والمطلب الأساسي الثاني هو تشريع قانون انتخابي، أنه لازم يتم القانون الانتخابي، كذلك حل البرلمان. أنت البرلمان مستحيل تمثلونه، وعجزتم، عملتم قوانين بريمر وإلى الآن تعملون وتقولون هم أعدائنا، هم أعدائنا، شلون تعملون قوانينهم؟ من أنتم؟ ماذا قدمتم؟ من 2003 إلى الآن دمار، حروب، نظرية المؤامرة، نظرية المعرف إيش. إحنا مو إحنا شعب، إحنا نريد حياة. أنتم ما مثلتونا، مستحيل تمثلونا. نتمنى من الله سبحانه وتعالى، لأن هو بس السند، إنه نتخلص من هاي الطبقة الفاسدة كلها. وأنتم مو معجزة، هذا الشعب قادر. أنتم 16 سنة تحكمون، مدري 17 سنة، نمرود حكم آلاف السنين، والله نطالحكم. أنتم لا شيء. شكراً. على خاتم الأوطان أجمعين، العراق الأبي الحصين، عراق عليا وأبي الفضل والحسين. بما إن العراق هو السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل شكر إلى طلبة المعهد التقني بابل الذين لبوا نداء الوطن وخرجوا لمساندة إخوانهم المتظاهرين السلميين. المسيرة الطلابية الموحدة لطلبة المعهد التقني بابل، كل الحب والاحترام لكم. يلا شباب، يلا طلابية 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 الثورة خي سمعوها. لا لا ما نقبل هذا الحكي، صوتكم عالي. طلابية 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 هاي الثورة خي يعرفوها، ماكو رجعة خي سمعوها. ضد المحتل الحزبية، ضد إيران الجمهورية، ضد المحتل والحزبية،
الديران الجمهورية. نصرخ بعالي الصوت هل يسمعنا الرادي داوم؟ هل يسمعنا الرادي داوم؟ دم الطاحة وبعد الفور، دم الطاحة وبعد الفور، حتى نعدل لك دستور، حتى نعدل لك دستور. باكر هذا الموقف يشهد، باكر هذا الموقف يشهد، رحنا حتى نغير المشهد، رحنا حتى القضية ساحتنا سلمية، مفهوم القضية واللي خربوها، واللي خربوها ناقص وطنية، ناقص وطنية. يبقى الصوت واحد، ما نريد الفاسد، لا مهمنا تخويف، لا مهمنا تخويف، شوف الساحة شاهد، شوف الساحة شاهد. انت منو؟ انا الولاء للوطن، انت منو؟ انا الرفض
السلام على العراق وعلى ثوار العراق وعلى شهداء العراق الذين ضحوا من أجل العراق. بالحقيقة مظاهراتنا مستمرة وإضرابنا مستمر من محافظة بابل تحديدا ومستمر إلى أن تتحقق كل المطالب، ألا وهي يعني مثلا قانون الانتخابات لحد الآن لم يتم المصادقة عليه، اختيار شخصية غير جدلية. بصراحة جاي نشوف جدلية، يعني شنو ذنبها هاي الشباب؟ يعني هذا البرد ومثل ما اشوف هاي موجات البرد اللي ما همهم طالعين على مو شنو فلوس، لا شو تريد يعني شو تريد شو تسميها؟ طالع اريد وطن، يقلك اريد وطن، يقلك اريد وطن يحترمني. انا طالب كليه التربيه، باكر اتخرج راح اقعد بالبيت، انا افكر الباكر ما افكر لليوم. احنا بها مجال نداوم، لكن بنفس الوقت عندنا اكو تنسيق بين الدوام بين المظاهرات، ننسق انه اليوم انا اخذت محاضرتين وطلعت اشارك الثوار ومستمر ورا الدوام، اقدر ورا الدوام اتواجد هنا واتواجد ويا اخوتي من اجل استمرار الثوره وتحديد موعد انتخابات مبكره. وكافي يعني كافي ملينا، خلي ترجع المياه المجاريها وخلي نتنفس شويه. هاي شبابك يا وطن، هاي شبابك يا وطن، هاي شبابك يا وطن، هاي ضحت الدمع ورفعت الراية، ضحت الدمع ورفعت الراية، هاي شبابك. أريد منك حجاتي بس مرفوض مرفوض. يا بشعب كله بلا، يا بشعب كله بلا، يا بشعب كله بلا.
بس متوحدين بزين الابيض متوحدين بزين الابيض متوحدين نرفض تهميش وما نقبل متوحدين نرفض تهميش وما نقبل متوحدين متوحدين على طول Hey!
احنا استمرار مستمرين ان شاء الله بالاعتصام لحين تحقيق المطالب. اولا باعتبار ترشيح او تنصيب محمد توفيق علاوي منصب رئيس وزراء استهانه بمطالب الشعب المشروعه كونه مرشح جدلي وماخذ وزارات عده في زمن المالكي وزاره اتصالات دورتين، فيعني استهانه بمطالبنا. مرشح جدلي مريت الرد واحد على مطالبنا وتحقيق مطالبنا. مرشح يكون من الشعب من صميمنا يعرف شو نريد. هاي اول مستمر وان شاء الله مستمرين بالاعتصام. السلام عليكم. مطالبنا ان شاء الله تظل مستمره والاعتصام ان شاء الله يظل وسوف يظل مستمر، بس احنا عندنا حاليا مطلب واحد هو مطلبنا مثل مطالب باقي ساحات الانتفاضه ان شاء الله باقي المحافظات ازاله الرئيس محمد توفيق علاوي، لان هذا عندما رشحوه اعتبروا استهانه بمطالبنا. مطلب هو احنا كطلاب مطلبنا واحد هو ان وزاره التربيه تظل ويا جانبنا، مو يطون امتحانات نصف سنه واحنا صرنا 4 أشهر معتصمين، مو الخاطر واحد، احنا الخاطر بس رايدين عيشه كريمه ومستقبل افضل لاولادنا. بيان محافظة بابل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلن تجمع الطلاب لطلبة بابل إعداديات وثانويات بابل بأن غدا المصادف 9/2 هو موعد تجديد الأضراب الطلابي ووضع شروط امتحانات نصف السنة إذا ما أرادوا الطلاب تأديتها، ويتم ذلك من خلال مسيرات موحدة موجودة لجميع الطلاب ومدارس بابل لتحقيق الساعة 10 تحت مجسر الثورة إلى مديريات تربية بابل لمطالبة بتثبيت الشروط التالية: أولاً تكون المادة الداخلة في الامتحانات نصف السنة فقط المادة المأخوذة قبل تاريخ 28/10/2019. Yeah.
شايف النوم ما ارجع بيتي ما ارجع بيتي وانت بالحكومة وانت بالحكومة من هذا ولا تدري من هذا ولا تدري
ضم حافك لوحك ولوح قاهر وللحدد مصير الشعب مراحل الحق انه يخيب واحنا مشاهد الرحمن الرحيم. إن الطالب أحمد محمد صبري متظاهر من بابل. نحن الآن مستمرين في هذا الإضراب أكثر من 100 يوم. مطالبنا هي مستشفيات مدارس دولة مستقلة ليس تابعة لأي حزب، ونرفض رئيس العراق محمد توفيق علاوي التي تم اختياره من قبل الأحزاب. نحن نختار الرئيس بصفتنا كمواطنين عراقيين بابليين، وواقفين هذه الوقفة لم نترك المظاهرات حين تحقيق المطالب المشروعة، وهن مطالب الشعب كمستشفيات ومدارس وغيرها. شكرا لكم. صباح الخير عليكم من ساحة بابل، من ساحة العز والكرامة، من بابل الحب، من بابل السلام، من بابل السلمية، من بابل التحية والإجلال لكل محافظاتنا العزيزة الى ثوار العراق جميعا، الى ثوار بابل. شارعت ثوار بابل وتنسيقية بابل ومنظمي بابل الى الإقالة محافظ بابل حسن منديل التابع الى احد الاحزاب تابع الى تيار الحكمة. فبادرنا بهذا الشيء واطلقنا هاشتاقات واطلقنا عناوين، وطينا وقت لمدة 72 ساعة، وان شاء الله المهلة اليوم تنتهي لإقالة محافظ بابل حسن منديل الساعة 12 ليلا. فبدينا بخطوات تصعيدية تجاه المحافظ، تجاه إقالة المدراء الخاصين بالدوائر التابعة لكافة الأحزاب، تابعة لكافة الكتل السياسية، ولم تتم أي مبادرة من قبل محافظ بابل حسن منديل اللي تابع التيار الحكمة، اللي تابع لأحد سراق البلد. فبدأ بهذا الشيء وبدأ بإقالة 11 مدير دولة، فما نفذها على أرض الواقع، ما جاب مدراء اللي من أجل المطالبة اللي طالبوا بهم ثوار بابل أحرار بابل على مود يطلعون من هاي الأزمة، أزمة السراق وأزمة المال العام وأزمة هدر الأموال، أزمة هدر وسرقة أموال الفقراء، أموال الناس اللي ضحت من أجلها، أموال الشهداء اللي قطت عمرها لأجل البلد، لأجل سلمية البلد، لأجل كرامة البلد. فهذا الشيء ما دا يتحقق من قبل الأحزاب اللي هي مثبتة جذورها بالسلطة. فهاي الثورة، ثورة 25 أكتوبر، مستمرة بعزيمتها، بأصرارها، بشجاعتها، بشبانها، بقوتها، من أجل إزالة كافة الأحزاب السياسية وقلعهم من الجذور إن شاء الله. ومن من ضمنهم المحافظين، من ضمنهم محافظ بابل، ومن ضمنهم المدراء العامين اللي خاصين ببابل، مدير التربية، مدير الضريبة، الزراعة إلى آخره، كافة المدراء، من أجل أن استقطاب مدراء دوائر مستقلين كفؤين نزيهين لخدمة بابل ولخدمة الصالح العام. وبعيدا عن التحزب، بعيدا عن المحاصصة، بعيدا عن سرقة أموال الناس، بعيدا عن سرقة حصة المحافظة من قبل المالية. فإن شاء الله وعازمين ومصرين، يعني أقولها بالعامية أنه قافلين ثوار بابل على إقالة حسن منديل. طلبة بابل يعلن التجمع الطلابي لطلبة الأدبيات والثانويات بابل عن أن اليوم الأحد المصادف 9/2 في موضوع التجديد للإضراب الطلابي ووضع شروط امتحان نصف السنة إذا ما أرادوا من الطلاب تأديته
ويتم ذلك من خلال مسيرة موحدة لجميع طلبة مدارس بابل. تنطلق الساعة 10 من تحت مجسر الثورة إلى مديرية تربية بابل للمطالبة بتثبيت الشروط التالية. أولا، تكون المادة الداخلة في امتحانات نصف السنة هي فقط المادة المأخوذة من قبل تاريخ 28/10/2019. بالنسبة للمدارس التي لم تأخذ مادة كافية لأداء الامتحان فحلها يكون بترشيح 30 سؤال يتم اختيار 6 منها للامتحان. ثانيا، يكون مواد الامتحان الشفوي بنفس يوم الامتحان التحريري من أجل ضمان وجود كل الطلبة. ثالثا، إرسال مشرفين تربويين إلى جميع المدارس لتوجيه الإدارات المتشددة وكوادرها على تطبيق النقاط المذكورة أعلاه. رابعا، في حالة التزويف أو عدم تثبيت الشروط سيتم نصب خيم الطلاب أمام التربية وسيتم الإغراب عن أداء الامتحانات. إن أداء الامتحانات ليس إنهاء للإغراب بل تقوي له، ولأجل أن لا يضيع حق الطلبة المغربين في النجاح والاستمرار في مسيرتهم العلمية. يا ولدي نزلوا عيب. حضارة الطلاب بخصوص المسيرة بس ما أخذكم يا ولد يا ولد نزل الله كتاب بس نزل الله كتاب يا عمو كده وحدك حمودة أخوتي بخصوص المسيرة بالساحة متواجدة على بانة واحدة بس. إحنا ما نطلع مسيرة نمشي بس نمشي راح يكون ملل وما واحد كلمة طلاب ويانا. فالخريجين القدامى عندهم مسيرة بالعربانة نص ساعة وبح ساعة يطلعون، احنا راح ننضم وياهم على مدى العربانة. توافقون على هذا الشيء؟ استجنوا هون هنا بخصوص المسيرة بس خلي خدمك بخصوص المسيرة عربانة متواجدة بالساحة بس وحدة والعربانة حازينها الخريجين القدامى. فالخريجين القدامى هم رايحين للتوزيع واحنا هم رايحين للتوزيع، احنا نضم وياهم راح يكون التاخير نص ساعه لربع ساعه فقط، واحنا نضم وياهم وهم مثلنا هم يدون حقهم. فاحنا راح نطلع سوا مسيره موحده بين الخريجين القدامى وبين الطلاب. موافقين على هذا الشيء؟ خلاص بس تجمعونا فدوا تجمعونا اطلع للدمام اطلعنا بالدمام وين الدمام طلاب تجمعوا هنا هنا فدوا وحلكم اخوتي طلاب Thank you.
احلى شباب وبنات ان شاء الله. هي انا بالهم بارسل